أهلا بحضراتكم. طبعا يعني موضوع الحديث دائما عن الاستثمارات وعن الحالة الاقتصادية مش بس في مصر ولكن في العالم كله. لو تتابعوا الحالة الاقتصادية اللي بتبقى موجودة هتلاقوا حتى المواقع الإخبارية الآن والصحف أيضا يمكن كان يتصدر موضوعات كتير أهم، ولكن موضوعات الاستثمار وأيضا الأزمات الاقتصادية هي بتأخذ العناوين الأولى دايما في كل مكان، لأن هو حال العالم أن يطمئن على حاله الاقتصادي خاصة ما يدور في العالم من أزمات. خلينا نروح لهذا الخبر ونقول أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي، وهذا الارتفاع لنفقات ووجود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل من خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 72.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022. بحسب بيان البنك عن ميزان المدفوعات الصادر ليوم الأربعاء بالأمس، وصل صافي نفقات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي. طبعا في مقارنات وفي يعني بعض الأشياء اللي تغيرت، خلينا نعرف تغيرت للأحسن أو للأفضل أم ما زلنا محلك سر. خلينا نعرف من الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ شفقي. اهلا وسهلا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف يعني هذه الارقام اللي احنا بنتكلم عنها من تدفقات للاستثمار في مصر خلال النصف الاول من العام. هو طبعا بكل تاكيد البنك المركزي دايما بيطلعنا عن كيفيه التغير في الاستثمارات المباشره. الاستثمارات المباشره دي يعني الشركات، المصانع، كل قيمه مضافه بتخش استثمار اللي هي بتزيد من قدره الاقتصاد المصري. والبنك المركزي لما بيطلعنا بأرقام مدققة يعني فعلا تم تنفيذها وتم تنفيذها في النصف الأول من العام المالي اللي هو 2022-2023. تمام. يعني نصف السنة الماضية لغاية 31/12 اللي فات. تمام. وصرح ان الزيادة تقريبا اكتر من 72%. يعني احنا عملنا زيادة في الاستثمارات وصلنا 5.7 مليار دولار. وفي لغة الأرقام ده نقول إيه عليه الرقم ده؟ الرقم ده بالنسبة لي مقبول على قدرة الاقتصاد العالمي. يعني الاقتصاد العالمي يا فندم فيه تأثير كبير، وحضرتك زي ما تذكرتي في المقدمة الوضع الاستثماري في العالم متأثر تأثير كبير جدا. صحيح. أولا من حرب بتاعت روسيا وأوكرانيا، في تخوف من العالم، في ضبابية من الاستثمار في العالم نظرا طبعا للحروب اللي بتقوم والتحديات الصعبة ما بين القوتين أمريكا والصين والمنازعات العالمية في التجارة. الأمر الثاني في غاية الأهمية ارتفاع أسعار الفايدة في العالم يا فندم، فالناس النهاردة الاستثمار في العالم كله بيحصل له عملية انكماش. يعني طبعا. انكماش يعني الناس بتلجأ أن هي تستثمر في ما بيسمى بالاستثمارات في العملة الآمنة، بيتجهوا للاستثمار حوالين الدولار والسندات الأمريكية وما شابه لذلك. وبيبقى في صعوبة في جذب استثمارات اللي هي الشركات والمصانع وزيادة رؤوس الأموال والتوسع في الأنشطة الاقتصادية. فلما الدولة بتكافح النهاردة وتحقق زيادة تقريبا أكتر من 70% عن السنة اللي قبليها أو عن السنة في المقارنة اللي هم 6 شهور المقارنة السنة اللي قبليها، ده مجهود يحسب لها. تمام. وطبعا ده وفق بقى كمان يا فندم وفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. أكيد. بنزود استثمارات، بنسعى ان احنا نزود رؤوس اموال، بنسعى ان احنا نرخص شركات. والمجهود ده النهارده ما بتشرحه دايما الحكومه. يعني اكيد حضرتك ملاحظه الدكتور مدبولي الاسبوع الماضي كان في زياره في مصانع العاشر من رمضان. مظبوط. ووضح للعالم، وضح للمجتمع المصري، ووضح لمجتمع رجال الاعمال ان هو لما كمان بيدي الرخصه الذهبيه او بيتم الموافقات، لا بينزل يشوف بنفسه ايه هي التحديات، ازاي الموافقات دي بتتم، ازاي الناس النهارده بتتوسع في المصانع. والشيء اللي بيسعدني دايما يا فندم ان لما دايما الحكومه بتكون مع رجال الاعمال، مع القطاع الخاص، ايه طلباتكم، ايه رغباتكم، احنا دايما بنشتغل خطوه بخطوه مع بعضنا البعض. ده الحديث او تفسيري للحديث اللي تحدث بيه الدكتور مدبولي.
طيب انا هنا سؤالي وهيكون هو سؤال حل المواطن المتابع، هذه الارقام اللي حضرتك قلت عليها بواقع اكثر من 72% زياده، هل انا اقدر اقول بلغه الاقتصاد يعني هل اقدر اديها كلمه مبشره ولا متقدمه ولا يعني متوسطه أفضل. يعني احطها فين؟ خلينا نقول دي مبشره. مبشره ليه؟ لان الاستثمار الاجنبي دايما يا فندم بيبحث عن فرصه يعني تليق بقدراته في المنافسه مع الدول الاخرى. تمام. ما هو الاستثمار الاجنبي ده اللي جاي النهارده جاي بيبحث عن قيمه مضافه ليحققها ويحقق ارباح. ما بيجيش علشان خاطر الاهواء الشخصيه، الاستثمار الاجنبي ده عباره عن ترجمه للتيسيرات اللي بتقدمها الدوله والحكومه، سواء بقى في موافقات، سواء في تيسيرات، سواء في اليد العامله النهارده الماهره، سواء بقى ان النهارده احنا سوق كبير، سواء ان احنا بنديله طمأنينه، سواء ان السيد الرئيس دايما بيرعى ان يكون في مظله استثماريه قويه تنافس. لما بتشوفي حضرتك الشركات النهارده وبتسمعي من المستثمر الاجنبي وتطبقي الكلام ده مع التوجيهات او مع كمان القدرات الاقتصاديه، يبقى احنا فعلا متفائلين. يا رب. ولكن احنا اتفضل، احنا دايما بنبقى طمعانين ان يكون في مزيد. ليه؟ أكيد. لان احنا النهارده سوق تنافسي، بنتنافس مع العالم في وضع النهارده الاقتصاد العالمي يا فندم متغير، ومتغير بوتيره عاليه جدا. صحيح. وبعدين انت مضطر كمان ازاء التغير اللي حاصل للعالم، انك دايما يعني كانك قاعد على مكتب فاتح كل مؤشراتك، عندما يتغير مؤشر في العالم خاصه مع الفيدرالي الامريكي طول الوقت، انت برضو لازم تبدا تشوف انت هتروح فين، تثبت ولا انت كمان تتغير. فاذا كاننا بنشتغل في الاقتصاد على الهوا زي برامجنا كده يعني. بالظبط، وهو دي المتابعه الدؤوبه يا فندم. دايما خلي بالنا ان الزيارات اللي بيقوم بها الرئيس سواء خارجيه سواء داخليه بيبعث برسائل سواء مباشره او غير مباشره. صحيح. للطمانينه على ما يتم انجازه في العمل. ما هو النهارده لو زي ما حضراتكم شفتوا كده الزياره اللي بيقوم بها السيد الرئيس لبعض من الاماكن، الزياره اللي بيقوم بها رئيس الوزراء، صحيح، ما دي مصانع، دي شركات، دي صحيح. يد عامله بتشتغل. صحيح. تخيل حضرتك لا قدر الله النهارده ما عندناش هذا الانجاز وهذه المتابعه، هيبقى فيه للاسف تاثيرات اقتصاديه على الاسر المصريه. طبعا الدوله بتسعى ان يكون في حركه تشغيل متسارعه مع وتيره العالم. اكيد. زي أكيد. ما حضرتك تفضلتي، الفدرالي الامريكي رفع اسعار الفايده. النهارده الاوروبي، الاتحاد الاوروبي او البنك المركزي الاوروبي بيرفع اسعار الفايده. دول الخليج بترفع اسعار الفايده. ده بيبقى ليه تاثيرات على ان في تضخم، التضخم ده بيواجهوه برفع سعر الفايده. ده بيأثر. صحيح. على التشغيل، بيأثر طبعا على الاستثمار. فعلشان كده الحكومة وتيرتها بتحاول تتصارع مع العالم، بتحاول أكيد. انها تتحرك. أكيد. أكيد. في ان شاء الله زي ما وعد دولة رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي عالمي، لان يكون يطلع العالم احنا بنتحرك ازاي. ده امر ايجابي. أكيد. عملية أكيد. الشفافية دي، عملية شفافية ومكاشفة طول الوقت للوضع، إنه يبقى عندك مكاشفة طول الوقت للوضع، عندك أرقام، عندك وضع حقيقي، وإنك تعلن وتتكلم. أعتقد ده أفضل طرق لإدارة فن الأزمات، يعني أيا كانت الأزمات. أنا بشكرك جدا الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، بشكرك على هذه المعلومات.